يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط بغرة عبد أو أمة. ها؟ يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط أو سقط. إيه نعم سقط. سقط بغرة عبد أو أمة. نعم. المراد بالغرة؟ العبد، المراد به العبد المملوك إما ذكر وإما أنثى. نعم.